الله يرحم والديك يا ابو عمر. ما معقول بس انا ما تعطيني يا حبيبي. ذوقني واذوق، اما شغله عطني ما يصلح. لا لا ما ذوق هذه ما اتفقنا عليها، اللي عندي انا اكل منه، لكن اللي عندك معليش ما راح اخذ منه ولا حبه. العب على غيري حلالي، العب على غيري. تفضل تفضل. خلينا الحين بس اشوف عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام. خير؟ شلونك ابو عبد العزيز؟ هلا والله. شنو عندك مشكله؟ امي مرسلتني وتقول تكفى ابي طلب بسيط، ان شاء الله انك ما انت براد الدنيا ابو عبد العزيز. قلت ان شاء الله ان شاء الله. انا ترى امي ما ارسلتني. خبرك انت سعد، انت مهيئ، انت ما حد لمك اصلا. شوف يا ابو عبد العزيز حبيبي. أيوة. هذا شمام. بدينا بدينا اتفقوا انتم على راي الحين. ما عليك من سعد، خذ علمي خذ علمي ابو عبد العزيز. اقول هذا اصله شمام، ودي تكفى باناملك الحلوه. أيوة. ارسم لنا كذا شمامه كذا حلوه. يا سلام. اطرب لي فيها بس لك انت. اي والله تامر. يا سلام يا سلام ابو عبد العزيز. سم انا صغير ومسكين يا ابو عبد العزيز. تكفى انا طالبك، ترى دائما تعطيه على كيفه وتخليه يسوي اللي بيه. هو طلب شمام قبلك انت تعطيني مجال. تكفى لبس شماغد حبيبي. امسك سرعه مجال. ابغى ترسم لي الجحه هذه البطيخه هذه، لكن رسمتي ابغاها ابداعيه. ابغى عضه اسناني تكون موجوده في الصوره مثل ما سويت انا نفس كذا. شوف انا ما توقعت شرطك في صعوبه كذا، ما توقعتك. اسمع ابو عبد العزيز بعطيك العلم اسهل. اسهل بكثير ابو عبد العزيز. انتم اثنين الظاهر انكم. شوف يا ابو عبد العزيز حبيبي. هلا حبيبي. انا ابغى انا اعرف شمام. في, في في السعوديه ما شاء الله في كل جهه في شمام، بس شمام الخرج غير شكل. ابيك ترسم لي شمام الخرج. انت جايبه من الخرج بعد؟ نعم. يعني احنا في وقت واحد رحنا، انا بعد جايب الجح من الخرج. من الخرج؟ ما شاء الله. ما تشوفني مليون ابغى اتخلص الصحه. لا اله الا الله، حلاه ما هو طبيعي والله. انها مصادفه حلوه. طيب وش رايك نتفق مع ابو عبد العزيز؟ أيوة. يرسم لنا نص جحه ونص شمامه يعني عشان العدل. يلا خليه يمسك العصات من النص. من النص. حلو. يعني حلو. ما ارضى انه يرسم شمامه. هذه بقشرها لك انت. كفو. اه المفروض انا تبدا فينا. انا الكبير يا ابو عبد العزيز. خله ونفتك منه. اي صح صغير. الله يطول عمرك يا ابو عبد العزيز. مني هديه جحه من الخد. وهذا شو الجح السوداء ولا هذا؟ لا هذا صح صح. ايه؟ تدري ايش ميزه الجح؟ انك تاكل شيئين فصفص وجح. يا تدري ايش ميزتك انت؟ ها احنا ما تقابلنا في الخرج ولا كان تهاوشنا على الشمام والجح. من ياخذ هذه من ياخذ هذه. خلينا نشوف الحين بوريك الشمام اللي يسوي ابو عبد العزيز. اضربني بعد. الله الله الله. هذا الشمام حقيقي اللي يسمونه خربز، تعرفه انت يا سعد؟ يا اخي هذا 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 الخرج ما هو طبيعي. خرج خرج فيه فيه ملذة وطاف، فيه كل شيء يخطر على بالك. بعدين وين من زمان ما خليتنا نروح؟ توك الحين بعدين يوم رحنا ما علمنا بعض. المشكلة بس احنا قاعدين ناظر اللي مسافاتها بعيدة وننسى القريبين حول الرياض. يعني كذا خلصنا؟ وين لا ما خلصنا. ابو عبد العزيز انتم كذا الان سببتونا. وش دعوة ابو عبد العزيز؟ وش دعوة؟ هذه شمامة والله الله يجزاك. ما لوناها، هذه شمامتك. ايه؟ انت. ايه؟ وهذه بس جحتي اكبر منه الحمد لله. على قدك والله تستاهل هذه هديه يا ابو عبد العزيز عشان يصير في توازن. تسلم تسلم. تكفى. السلام. بيض الله وجهك. يا سلام عليك. تبغى تشوف الشمام اللي عليه الكلام؟ تبي تشوف الجح اللي ياكله الواحد صح ويصير منشكح؟ بس ما راح نرسل لك يا حبيبي المشاهد يا عزيزي، ما راح نرسل لك الموقع اللي خذينا من عنده. انت روح الخرج وتفاهم تشوف اللي يعجب. هو بس بلقاها من الجح ولا من الشمام يا ابو عبد العزيز وانت سعد، ولا من اللبن، ولا من الخيرات اللي فيها الخرج الطيب ما شاء الله تبارك الله. والله انا لازم اروح اجلس في الخرج بعد المزارع واريح راسي. بنروح معه. طيب انتم هنا هنا انتم ذبحتونا باللي بجح واللي بشمام واللي لا لا لا. اصعب شيء في هالوقت انك تروح. شلون تروح الخرج؟ حنا نجيبهم لك ناس يحبهم قلبك. بس شوف يا سلام كذا مضبوط. ايوه كذا مضبوط. انت وابو عمر اتفقنا. انا ماني برايح معكم الا اذا خلص الصحن اللي عندي. انت اللي خسران. انا وانت وابو عبد العزيز ومشاهدينا الكرام نبغى نوريكم تقرير عن الخرج يحبه قلبك. يعني ما نروح؟ لا ابد. اجلس ايش دعوه. رسم الجح والشمام وبيجيك اشياء ترسمها ما عاد تجمع. يلا 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 عطونا.